وكذلك نناقش هذا الموضوع إلى جانب كذلك الأبعاد الأخرى. اليوم الموضوع على الطاولة من ناحية التعاطي مع إيران مع ضيفتنا لهذا المساء من واشنطن دينا سترو، مديرة الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. سيدة دينا، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. يعني كان زملائنا يتحدثون الآن حول أنه هناك إمكانية لفرض مزيد من العقوبات وأن أوروبا قد تقود هذا الموضوع، ولكن بنفس الوقت هناك إجماع على أن العقوبات لم تردع إيران سواء من ناحية برنامجها العسكري ولا حتى من ناحية برنامجها النووي. هل ما زالت العقوبات الأداة الأساسية وربما الوحيدة المطروحة الآن والتي تريدها واشنطن برأيك؟ شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة تنظر إلى العقوبات باعتبارها الأداة الوحيدة، ولكنها أداة يمكن استخدامها. الفرق الآن هو أن واشنطن تعمل مع البلدان الأوروبية بشكل منسق، وبالتالي الخطوات الحدودية لن تجدي نفعا، وهناك حاجة لتنفيذ العقوبات، لم نرى ذلك حتى الآن. ثانيا طبعا الآن فيما يتعلق بدعم إيران للعمل الإرهابي، هذا عمل غير مكلف، فعندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي رأينا أن الجيش الإيراني أو الحرس الثوري يدعم الجماعات الإرهابية، وهذه طريقة غير مكلفة تسمح لها بمواصلة زعزعة الاستقرار في الإقليم. طيب، تحدثي عن أنه أيضا هناك مشكلة بتطبيق العقوبات وليس فقط بوضعها أو بتأثيرها بإيران، وهنا نسأل أين تكمن المشكلة؟ هل المشكلة فقط بأنه إيران تحصل على استثناءات أو على يعني معاملة خاصة من ناحية الدول الحليفة لا سيما الصين للتهرب من هذه العقوبات والتعويض، أو أنه فعليا الدول التي تفرض عقوبات هي التي لا تطبقها بقوة؟ أنت محقة، كل هذه تحديات. حتى الآن هناك تحدي من واشنطن فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقوبات، أي المتابعة الشركات الخاصة والحلفاء والأصدقاء في الشرق الأوسط وفي أوروبا لتنفيذ هذه العقوبات التي تم الإعلان عنها. ثانيا إيران نجحت في التفادي هذه العقوبات من خلال استخدام شركات وهمية ونقل الأموال بطريقة غير قانونية، وهذا يتم من خلال تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية وروسيا والصين. وأخيرا إيران استطاعت أن تبيع نفطها بالأساس إلى الصين. إذن كل هذه العقوبات فيما يتعلق بصادرات إيران من النفط لم تجدي نفعا، لأن إيران باعت نفطها بأسعار أقل بكثير إلى الصين التي تتجاهل العقوبات الأمريكية والأوروبية على حد سواء. مع هذه المعطيات الموجودة اليوم، هل في أي خيارات عسكرية قد تبحثها الولايات المتحدة من ناحية التعاطي سواء مع إيران أو مع أذرعها العسكرية بالمنطقة، لا سيما ما بعد المرحلة التي رأيناها من محاولة إيران استهداف إسرائيل؟ بداية، الرئيس بايدن كان واضحا كل الوضوح منذ البداية بأنه يفضل الدبلوماسية لتسوية المشكلات مع إيران، سواء تعلق الأمر ببرامج إيران الصاروخي أو دعم إيران للإرهاب أو ميليشياتها أو برنامج إيران الصاروخي السري. وقال بايدن أيضا أن الخيار العسكري يظل مطروحا. ما شهدناه هو أن إيران نفذت هجوم ضد إسرائيل من خلال استخدام المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستي، لكن هذا الهجوم لم ينجح والكثير من الصواريخ لم تصل إلى إسرائيل. والولايات المتحدة بالتعاون مع بلدان أوروبية وفي المنطقة دافعت عن إسرائيل، واليوم لا نزال نرى أن جماعات مرتبطة
بإيران، لا تزال تواجه إسرائيل مثل حزب الله في لبنان وكذلك الحوثيون في اليمن. إذن ما هو واضح هو أن دعم إيران للإرهاب في المنطقة يظل مشكلة حقيقية، وضربات لاستهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا هي هجمات تتصدد لها الولايات المتحدة، لكن ذلك لم يمنع القادة الإيرانيين من مواصلة هذه الهجمات. هو حتى فعليا يعني من ناحية الاستهداف الأمريكي بكل مرة يقولون أنه نحن إذا ما استهدفنا سنرد بقوة، ورأينا ذلك مثلا بالرد على ميليشيات العراق، بس بنفس الوقت لماذا ليست هناك استراتيجية برأيك واضحة من البداية للتعاطي على الأقل مع هذه الأذرع التي اليوم هي تشكل خطر على إسرائيل ولكن أيضا تشكل خطر على الولايات المتحدة؟ لماذا فقط تتصرف الولايات المتحدة كردة فعل ولا تقوم بأي شيء استباقي من ناحية التعاطي مع هذه الميليشيات؟ التحدي الذي يواجهه الرئيس بايدن في واشنطن هو أنه لا يرغب في أن يكون هناك حرب شاملة في الشرق الأوسط، والسبب هو أنه يرى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في العراق وفي أصغان قد أمضت وقتا طويلا من خلال نشر أعداد كبيرة من الجنود، ويخشى أن مواجهة مع إيران الكل سيخسر في المنطقة من حيث عدد حاية من المدنيين، والدمار الذي يصيب البنى التحتية في الشرق الأوسط سيكون هائلا. إذن أولا هو يسعى لتبني مقاربة حكومية لتصدي دعم إيران للإرهاب، وهذا يتضمن فرض عقوبات التي أشرنا إليها، وهناك أيضا العمل فيما يتعلق بتعزيز دفاعات الشركاء والحلفاء، ليس فقط الدفاعات الجوية الإسرائيلية ولكن مصر والأردن وكذلك والمجلس التعاون الخليجي، فهناك تدريبات عسكرية وتمارين عسكرية لتعزيز قدرات شركائنا في المنطقة. وثالثا رئيس بايدن سمح باستخدام قوة أمريكية بشكل محدود، ولأنه يرى بأن الزعيم الأعلى في إيران يمكن أن يتخذ قرار يطلب ميناء الميليشيات لتوقف هجمات، وبالتالي فهو يستخدم الخيال العسكري ليقول أنه إذا نشبت حرب إقليمية فإن إيران ستكون خاسرة وسيكون الجميع خاسرا في هذه الحرب. بموضوع أيضا يعني خفض التصعيد يأتي سؤال حول إسرائيل، وهو يعني السؤال الأخير، برأيك ما هو التقييم الأمريكي الفعلي للضربة الإسرائيلية التي حصلت على القنصلية الإيرانية داخل دمشق، والتي يعني رأينا ما رأيناه من بعدها؟ بداية نحن كنا نعلم عن الحرب الوكالة بين إسرائيل وإيران، وطبعا هناك مسعى لوقف إرسال إيران للأسلحة إلى العراق وسوريا وإلى لبنان لتهدير المدنيين الإسرائيليين وأمن إسرائيل. إذن بالنسبة لإسرائيل كان هناك الكثير من التقارير المتسقة توجيه رسالة للحرس الثوري إيران للتوقف عن استخدام الأراضي السورية لنقل هذه الأسلحة، وليس هناك تأكيد بأن ما استهدفه الهجوم كانت القنصلية الإيرانية في دمشق، ولكن ربما مكتب للحرس الثوري الذي يدعم الخطوات الرامية إلى تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وهذا طبعا يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك ضيفتنا من واشنطن دينا سترول، مديرة الأبحاث في معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى، على هذه المداخلة معنا.